مع الهاتف الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ ناشف. يا فندم، يعني الأول بهنيكي على ما تم في مسار العائلة المقدسة، وأيضا زيارتك النهاردة لدار الكتب والوثائق وتوجيهاتك كانت مثار على إعجاب شخصي على الأقل، أنه أنا خايف على دار الكتب. حدثينا عن ما جرى اليوم في دار الكتب مع الوزير. يا فندم، بس أنا عايزة أطمن حضرتك، يعني كلمة أنا خايف دي كبيرة قوي، وإحنا مش هنسمح بأي خوف ولا أي تقصير ولا أي حاجة وحشة تحصل لدار الكتب، لأن دي ذاكرة التاريخ والتراث وذاكرة الوطن. الله يطمن حضرتك مع الوزير. دي أول حاجة. تاني حاجة، الزيارة التفقدية دي كانت علشان نشوف إيه اللي ممكن نعمله علشان ما يكونش فيه تكرار لأي شكل من أشكال الإهمال أو التسيب، أو إن حاجة مثلا تتنقل من مكان غير مكانها وما ترجعش تاني بين الموظفين. يعني بنتفقد كده، بنراجع الدورة المستندية بتاعة الحاجات اللي بتخرج تتصور في نفس الدار، يعني من إدارة لإدارة الدورة المستندية، الحاجة بتخرج إزاي بترجع إزاي، الأرشيف اللي تم فيه، في بعض المخازن اتطورت وبعض المخازن لم يتم تطويرها لأن الميزانية ما كملتش، فبنشوف كده يعني إيه اللي ناقص نكمله وإيه اللي محتاج يتحدث نحدثه علشان تبقى الدنيا كما يجب أن تكون. يعني طيب، مشروع الرقمنة، أنا لاحظت حضرتك اتكلمت عن الرقمنة واستخدام التكنولوجيا في أنشطة وزارة الثقافة بشكل عام ودار الكتب، يعني ده مشروع أعتقد إن احنا لابد من المسارعة فيه مهما كانت التكلفة. طبعا هو في ضوء إن الدولة كلها بتتجه للرقمنة دلوقتي في كل فروعها، فيجب إن الثقافة ما تكونش متأخرة عن باقي التخصصات الأخرى والحاجات اللي بتحصل في تحديث الدولة وشكل الدولة الحديث. لازم الثقافة تواجه وتواكب التطور اللي بيحصل. فمشروع الرقمنة ده في بعض الإدارات والقطاعات في وزارة الثقافة بدأت في الرقمنة بشكل مبدئي، في بعض الحاجات توقفت، وإحنا طبعا بصدد إعداد مشروع متكامل لرقمنة الثقافة بشكل عام إن شاء الله. مع الوزيرة، يعني ما أعرفش إنه لسه بدري ولا لا، بس أنا دايما بنظر نظرة يعني بعيدة. معرض الكتاب السنة دي إن شاء الله في جديد، استعدادات الوزارة، استعدادات مصر لمعرض الكتاب هذا العام هيكون عامل إيه؟ معرض الكتاب هيتعمل له مؤتمر صحفي إن شاء الله يا أستاذ نشأة، ينزل فيه كل حاجة، ولكن مبدئيا هي الأردن السنة دي ضيف شرف، معانا عدد كبير جدا من الدول وعدد الناشرين السنة دي أزيد من السنة اللي فاتت، وبإذن الله قريبا جدا هيكون في مؤتمر صحفي كبير نعلن فيه عن كل التفاصيل بتاعة الفعاليات والحاجات اللي هتحصل في المعرض. أنا بشكرك جدا معالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على يعني هذه المداخلة وتوضيح كثير من الأمور حول العمل في دار الكتب. وأنا سعيد أن الوزيرة قالت لي لا، أنا متحفظة على كلمة أنا خايف على دار الكتب، ما تخافش، لأنه ده دورنا والدولة بتتحرك بشكل ممنهج للحفاظ على كنوزنا التاريخية. ومعرض الكتاب إن شاء الله الأردن ضيف الشرف زي ما قالت مع الوزيرة، والعارضين هيبقوا أكتر من السنة اللي فاتت.